اهلا بكم في محورنا الثاني الحديث فيه سيكون حول الهدنه في قطاع غزه والجميع اليوم يبحث عن هدنه انسانيه لان وقف اطلاق النار واضح ان هناك تعنت من الاحتلال تجاه هذا الملف بشكل كبير وهناك تعنت ايضا في ملف الهدنه الا ان هناك مفاوضات تدور في هذا الاطار. الحديث حول هذا الموضوع قانونيا وانسانيا ارحب بضيفي الكريمين ابدا بالدكتور مصطفى ياغي مساء الخير دكتور مصطفى اهلا بك. مساء الورد. واهلا بك الاستاذ الفقهاء اهلا بك, أهلا بك, أهلا بك, أهلا بك دكتور مصطفى ابدا منكم بدي اسمع بشق قانوني إن صح بداية ما الذي يعطل هدنة إنسانية في قطاع غزة مع كل ما يحدث يسعد أه مساك أخي محمد ومساء كل المشاهدين وأيضا أنا سعيد أن أكون بمعية زميلي الأستاذ معاذ في هذه الأمسية الطيبة أنا في واقع بوجعني قلبي لما بتحكي لي عن القانون أستاذ محمد في ظل عربدة هذا الاحتلال وفي ظل تجاوزه أبسط الأعراف والقوانين انا بقول ان الحديث اليوم وان كنت قانونيا يعني واعتز بانني قانونيا لكن اليوم الحديث في في القانون الدولي الانساني وفي الشرعه الدوليه وفي اتفاقيات جنيف بعد ان ضرب بها هذا العدو الغاشم يعني عرض الحائط ولا يستجيب لاي من هذه النداءات انا اقول لك اليوم يعني من العيب علينا ان نحن نرتكن الى هذا القانون او نستند الى هذا القانون اليوم هذه حرب اباده في مواجهه الشعب الفلسطيني هذه حرب ضد الانسانيه بشكل واضح وصريح ولا يختلف عليها اثنين، المؤسف في ذلك اليوم ان ما ما يسمى بمجلس الامن وهو بين قوسين مجلس حرب هو الذي يدعم هذا الكيان المحتل في عربدته في لقتل وتشريد ومحاوله انهاء القضيه الفلسطينيه على الشعب الفلسطيني في غزه. أه الهدنة بشكل او باخر أه لا شك اليوم ان حديث ابو عبيده كان واضحا قبل ان ناتي الى الاستوديو يعني كان بشكل واضح يتحدث بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، لكن من يسمع؟ من يسمع؟ هل الكيان الصهيوني يسمع؟ هل امريكا التي تدعم هذا الكيان تسمع؟ هل الدول الاستعماريه التي تدعم هذا الكيان تسمع؟ اليوم استاذ محمد فما طيب نحكي انا شخصيا اليوم خلي الاستاذ معاد يحكي عن القانون انا مش طيب ده لأ ده لا بس لم اعد اؤمن <applause> لم لم اؤمن بما يسمى بقانون دولي انساني ولا بشرعة دولية ولا بمجلس أمم لأن هذه الأمم المتحدة هي أمم متفرقة اليوم مجلس الأمن هذا مجلس حرب تقود أمريكا وتقود فرنسا وتقود الدول الاستعمارية المعروفة في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من الإرادة هذا الشعب الذي يسطر اليوم أروع قصص الانتصار وأنه قد مرغ هذا العدو قد 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 مرغ بطلت اعرف احكي بصراحه لاني مقهور استاذ محمد انا مقهور زي حالك حال كل الاردنيين اليوم حال كل العرب والمسلمين الذين يشعرون بهذا الضيم وهذا وهذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ومع ان مش قادرين نحرك ساكن في في مواجهه هذه الغطرسه ولا في مواجهه هذا الظلم ولا في مواجهه هذه الحرب التي تفتك في البشر والحجر طيب وانا سو... بصراحه م... عمري ب... لكن طيب واضح اني ماشي أستاذ معاذ اسمع منك بس اليوم لانه اليوم <applause> عقب خطاب ابو عبيده اللي تحدث فيه بوضوح حول اليات الافراج عن الاسره لدى حماس واوضح ان هناك اما صفقه شامله كامله او صفقه مجزاه وان حماس تقبل بالصفقتين الحديث امريكيا قبل لحظات من الخارجيه الامريكيه ان المسعى الاول والهدف الاول هدنه انسانيه للافراج عن الرهائن وهذا تعريفه دوليا كيف بكم اول شيء مساء الخير مساء النور استاذ نور. مصطفى الزميل العزيز وللمشاهدين جميعا قبل ان اتطرق للناحيه القانونيه بس اود ان ألفت نظر المشاهدين أنه لما نتحدث عن القوانين والمعاهدات نحن نعلم أننا نجابه خصماً لا عهداً له ولا ذمة ولكن من باب العلم بالشيء من ناحية القانونية واجبنا نشر الوعي كقانونيين والضغط بالاتجاه المناسب في كل الاتجاهات حقيقة سياسياً وقانونياً ولكن زي ما فضل الأستاذ مصطفى هذه الحرب تحسم على الأرض وهو مركز الضغط الرئيسي التي يجبر العالم لكي يسمع صوتك عندما تناضل من أجل نيل حقك المشروع في الكفاح المسلح لتحليل نعم. أراضيك ولتقرير مصيرك فيما يتعلق بالهدنة في القانون الدولي هناك نوعان من, من الهدنة في القانون الدولي في نوع ملزم ونوع آخر غير ملزم النوع الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم هو نوع غير ملزم هو نوع من الطرف القوي يستجيب لضغط مجموعة من الدول أو الإعلام فيستطيع أو يملك أن يعلن هدنة من طرف واحد قد تسميها هدنة إنسانية لغايات إيصال المساعدات هناك أنواع من الهدن تمت بسبب التفاوض على الأسرة أو أسرة الحرب هي هدنة إنسانية غير ملزمة النقطة الثانية اللي بحب أشير لها أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بلغة القانون الدولي هي غير ملزمة قانونا هي نوع من المناشدات للدولة الطرف أو للدول الأطراف لاتخاذ اجراء معين او الامتناع عن اجراء معين فنحن بصدد الحديث عن هدنه انسانيه غير ملزمه من, ال... من ناحيه القانون الدولي الانساني ولكن بالمقابل هناك نوع اخر من الهدنه تسمى بهدنه وقف العمليات الحربيه وفق الفصل الخامس من الاتفاقيه الخاصه باحترام قواعد الحرب البريه هذه الهدنه لكي تكون قانونيه وملزمه هي عاده تكون مكتوبه هدنه موقعة بين طرفين يتم التفاوض عليها من خلال وسيط او من خلال بطرق غير مباشره اثناء العمليات العسكريه وتوقع وتصبح ملزمه وتكون لها اماكن خطوط محرمه اماكن انسانيه ومدد زمنيه ولها شروطها وقواعدها حسب القانون الدولي. طيب اليوم اليوم هذا الكلام انت بتقول لي ملزمه في, في هذه الحاله هدنه غزه غير ملزمه. غير ملزمه قانونا مش ملزمه قانونا لا لا لكن تكون الهدنه ملزمه اذا كانت باتفاقيه خطيه او اذا كانت بقرار من مجلس الامن الدولي بالقانون الدولي. بس انت اليوم مش ما بده ياخذ نعم صحيح صحيح ولا راح ياخذ ولا راح ياخذ بسبب الفيتو الامريكي مجلس الامن اليوم لن يعني مجلس الحرب اسف مجلس الحرب لن يتخذ اي قرار اليوم لانه يعني كما اشرت قبل قليل مدعوم من الدول الاستعماريه ومن الدول دائمة العضويه فيه وبالتالي لا يمكن ان يتخذ قرارا بوقف اطلاق ال النار او بوقف الحرب او بوقف العدوان على غزه وهكذا تسميته الصحيحه هو وقف العدوان على على غزه هذا الشعب الاعزل الا من الاراده اليوم نعم. آه الغطرسه الصهيونيه تمارس آه كل اشكال العربده والقتل والتهجير و آه إيه حرمانه من, من من ابسط حقوقه الانسانيه حرمانه من الكهرباء حرمانه من المياه حرمانه من الغذاء حرمانه من الدواء قل لي قل لي حتى في الحرب العالميه في الحرب العالميه الاولى والثانيه لم يحدث أن قامت لا الدول المعتدية ولا الدول المتقاتلة أن أن تقصف مستشفى أو أن تقصف مناطق مأهولة مدنية، اليوم هذا فقط يمارس هذه فقط تمارس أمريكا، مارست أمريكا في العراق، ومارست أمريكا في لبنان، ويمارس الكيان الصهيوني اليوم في في فلسطين، كما يمارس في سوريا وكما يمارس في جنوب لبنان. هاتين الدولتين هما التي تتجاوز كل الاعراف وكل القوانين استاذ محمد وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن قانون دولي انساني ولا نتحدث عن شرع دولي ولا نتحدث عن انا مره اخرى بدي ارجع احكي في, في في زاويه لها علاقه من جانب سياسي برغم كل الضغط على المقاومة الفلسطينية الباسلة التي أحييها من عبر هذه الشاشة وأيضا أشكر هذه الشاشة وأشكر كل الشاشات التي تغطي هذه الأحداث تباعا منذ منذ يوم النصر السابع من اكتوبر وحتى يومنا هذا، انتم مش غايبين عن الساحه، لا انتم ولا تلفزيون الأردن ولا المملكه ولا كل المحطات الحره الشريفه التي تقف الى جانب المقاومه الباسله في فلسطين. نقول اليوم ان من الواضح ان الحاق الخسائر في هذا العدو من قبل المقاومه الفلسطينيه الباسله ربما هو الذي سيضغط باتجاه وقف اطلاق النار. وان ما تحدث به ابو عبيده قبل قليل بحواره المسجل حول موضوع ال ال وانا بسميه ليش احنا نسميهم رهائن؟ بالمناسبه احنا ليش نضل اسرى هم مش رهائن هم اسرى حرب اسرى حرب هذول اسرى حرب وليس رهائن وبعدين احنا ليش نضل دائما ننسحب وراء يعني نقلد الغرب في هذه القضيه، هذول اسرى حرب بالمعنى المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الاربعه. اذا بنرجع نرجع للقانون، قلت لك انا اليوم جاي احكي قانون وبطلت اومن بالقانون. وما عاد عندي مجال اني انا بصراحه استند الى اي قانون طالما هذا العدو لا يعترف بالقانون فانا اليوم مش مطلوب مني التزم بالقانون وهو لا يلتزم بالقانون، الاصل انه احنا نكون اليوم معامله بالمثل. عوده على موضوع الهدنه، موضوع الهدنه اليوم تفرضها المقاومه الفلسطينيه الباسله، تفرضها من خلال ما يسمى بصفقه تبادل الاسرى، اسرى مش رهائن، اسرى وعلى راسهم الاسرى الامريكيين ال 150 واحد اللي بيحكي عنهم بايدن هذول. وعلى رأسهم وبالتالي أنا في ظني انه قواعد اللعبه راح تكون في أيدي المقاومه وربنا ينصر المقاومه لا شك انه ميزان القوى ما في مقارنه على الاطلاق ما في مقارنه اليوم ما ما ضربته او ما قامت بالقائه القوات الصهيونيه على غزه اليوم يعادل ثلاث قنابل نوويه كما تلك التي القيت على هيروشيما وناكازاكي في أيضا الأسلحة المحرمة بجميع أنواعها الفسفورية العنقودية الارتجاجية إلى ما إلى ذلك إحنا أين المجتمع الدولي ما في مجتمع دولي نحكي عن منطق قوة لا بتسمح لي تفضل 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 أتفق مع الأستاذ مصطفى قلبا وقالبا بكل ما تفضل فيه ولكن حيث إن أننا بالشق القانوني من المسألة في هذه الحلقة وواجبنا احنا كرجال قانون ان نبحث عن حلول ما امكن عمليه، انا اود ان الفت نظر كل الحكومات العربيه التي تعمل على هذا الملف، الا انه بسبب تعنت الفريق الامريكي في مجلس الامن وتعطيل اليه التنفيذ الدوليه، هناك حلول قانونيه قد تجدي نفعا في حمايه اهلنا في غزه، اذا بسمح لي، على على عاتق جميع الدول الموقعه لاتفاقيات جنيف الاربعه، ان تنفذ هذه الاتفاقيات وان تلزم الدول الاطراف بتنفيذها وبالتالي يوجد ميكانيزم اذا بتسمح لي انا بدي اسمعها منك بس بدي بعد ما تخلص تقول لي قديش انا اليوم عشان احكي حقائق مع الناس قديش فعليا أنا بدي اقول لك الحكومات العربيه كلها تتعامل معها قديش ملزمه بعد ما تخلص على طول فضل. مجلس الامن يعتبر مفوض عن الجمعيه العامه للامم المتحده للقيام بمهام مكلفه اليه بموجب ميثاق الامم المتحده. وبالتالي طبقا لاتفاقيات جنيف، اذا كان انا بدي اعطي استشاره قانونيه لحكومه بتعمل في مجال الامم المتحده، واعطيها خطوات مكنها منها القانون انها تتخذ اجراءات على الارض في حال تعنت مجلس الامن الدولي. هاي الخطوات ببساطة إعلان من دولة طرف باجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تلزم إسرائيل بأحكام الاتفاقيات جميعها وأن تطلب من إسرائيل التقيد بهذه الأحكام من الآن فصاعدا في حال تشبث إسرائيل وهي ستتشبث طبعا برفض الامتثال يطلب رسميا بشكل قانوني من مجلس الأمن أن يعين قوة حامية لسكان غزة مجلس الأمن سوف يرفض هنا تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ قرار وأنا بحكي لك منها قانونية وهو القرار الذي استند إليه في الحرب الكورية عام 1950 أزمة السويس عام 1956 والكونغو 1960 اللي هو القرار رقم 377 اللي اتخذ في الدورة الخامسة نوفمبر 1950 يمكن تسويقه بحسب أحكام المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص محلي لي أن هنا التي تنص على أن غايات الأمم المتحدة اتخاذ التدابير الجماعية الفعالة من أجل الحؤول دون المخاطر التي تهدد السلام وإزالة هذه المخاطر واجب ومن أجل قمع أعمال العدوان ويمكن لإجراء كهذا أن يسوغ على أساس المادة 24 من نفس الميثاق التي تقضي بأن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يولون مجلس الأمن المسؤولية الأولى عن صيانة السلام والأمن الدولية ويوافقون على أن مجلس الأمن إذ يقوم بالواجبات التي تمليها عليه هذه المسؤولية فإنما يتصرف بموجب السلطة المفوضة إليه من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وانسجاما مع المبادئ القانونية العامة فإن المنتدب الذي فوضت إليه صلاحية ما إذا منع مجلس الأمن إذا منع بسبب الفيتو من القيام بمن تدب له فإن الأعضاء المتحدة بصفتهم أصلاء مؤهلون اتخاذ تدبير جماعية لتوفير الحماية على الأرض لأهل غزة قانون بس الحكومات التي تستطيع أن تعمل على هذا الملف وملزم؟ في الحالة هيكون يكون ملزم وما ردت؟ لجاوب جسالك سؤال مع أن قارات مجلس أمن صح الحالات الثلاث اللي اعطيتك اياها استاذ محمد دام الامثله الثلاث من 75 سنه عندنا قرارات مجلس الامن الامثله الثلاث اللي اياها واهم ازمه السويس ما ردت مجلس الامن ما رد وارسلت قوات دوليه لأن الدول الاطراف تعاونت وتم قد يكون هذا ما تريده اسرائيل اصلا ارسال قوات دوليه فضل اسمع وجهه نظرك في هذا الموضوع هي قانونيا في مخرج ونحن نعلم تماما ان ان الحكومه وجيشها وكل من يعيش على ارضنا المحتله في فلسطين من هذا العدو لن يقبل باي قرار. المخرج, المخرج الوحيد ليس لا بقرارات لا بميثاق الامم المتحده ولا بقرارات المصادرة عن مجلس الامن ولا الجمعيه العموميه. المخرج الوحيد فقط هو ان يكون لدينا دول عند حكامها كما عند شعوبها اللي بنشاهدهم ضمائر حيه تضغط على هذا الكيان الصهيوني لوقف الحرب ووضعه تحت منظومه عقوبات واضحه بشكل واضح. وهذا الحكي لن يحدث بالمناسبة طالما أمريكا اليوم بتطبل وبتغني وبتزمر لهذا الكيان طالما أمريكا في, في, في اليوم السابع عشر حضر رئيسها الصهيوني إلى فلسطين المحتلة وقال أنا أساند هذا الكيان في ظني أنه اليوم يعني احنا عبثا عبثا نحاول ان ان نلتجئ الى القانون وان نتكئ على القانون منظومه العقوبات عب عبثا ده نحاول عبثا نحاول المحكمه الجنائيه الدوليه اخر تصريحات للمدعي العام الها للاسف شيء مخزي المدعي العام شيء مخزي يعني اذا المدعى عام المحكمه الجنائيه بيقول لك يعني احنا ممكن نحقق في المساله هذا هذا الظلم بعينه هذه أليم. الوقاحه بعينها هذا اسمع هذه هي التصفية العرقية اليوم هذا ما يحدث على الشعب الفلسطيني من قبل الدول الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا هو حرب إبادة وحرب ضد الإنسانية واليوم عدا عن انها مجاعه وعدا عن انها اه تهجير قسري وعدا اليوم اليوم عم نحكي عن كل الجرائم الاربعه اللي بغطيها نظام روما المحكمه الجنائيه كلها تحققت ومع ذلك مدعي عام المحكمه الجنائيه في روما مش مكلف خاطره يتحرك بده حدا يجي يقدم له شكوى طب ما يقدم شكوى يقدم قدم شكوى بتسمع بس على نقطه الجنايه الدوليه اذا تكرم انا روك عشان انا مش روك روك <تصفيق> <تصفيق> انا عشان بتابع بحكم تخصصي اكثر آه، طيب. اول شيء مدعى عام الجنايات الدوليه السيد كريم خان هو قام بزياره غير معلنه لرفح وعمل مؤتمر صحفي من من رفح وارسل رسائل الى حكومه الصهاينه بانه انا مختص كمدعي عام جنايات دوليه بالتحقيق في الجرائم ضد الانسانيه التي ترتكب في غزه هذا الحديث من 11 يوم ثانيا هي الكلمه التصريح الرسمي للمدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه النتيجه نتيجه ما يتعلق في حضرتك قلت قدم شكوى اسمح لي بس اصلح هاي المعلومه للراي العام الشكوى امام المحكمه الجنائيه الدوليه مقدمه لكن والتحقيق مفتوح لكن ومدعي عام الجنايات الدوليه لما استلم ولايته بجون 2021 صرح انه لما استلم من المدعي العام السابق لم يكن هناك فريق دائم للتحقيق بالجرائم الفلسطينيه وانه شكل فريقا دائما ولكن اسمح لي هون احنا لازم نكون اوعى شوي كدول عربيه ومنظمات دوليه ومدنيه هون بصير هلا الضغط على المحكمة الجنائية الدولية من الأطراف السياسية الموالية للكيان الصهيوني، فبالتالي يجب أن يكون هناك ضغط مماثل. وحضرتك عندك علم إنه باجتماعنا الأخير بالاتحاد المحامين العرب إحنا كان عندنا اجتماعات مركزة حول هذا الملف ونعمل على هذا الملف. الواجب علينا زي ما عملت 350 منظمة مدنية في أوروبا بال 2014 وبال 2009 مناصرة للشعب الفلسطيني وحرك الدعوة القانونية في العديد من الدول ومنها مذكرة جلب لشارون إذا بتذكر في بلجيكا ليفي في بريطانيا هاي كلها نشطاء احنا هلا واجبنا نشتغل بهذا الاتجاه ونعز احنا بس من سفر. اللجان من اللجان اللي بنشتغل عليها جمع الادله وتقديمها المدعي العام لتحريك سالك عن النتيجه انا بدي النتيجه عن استاذ معاذ النتيجه صفر اليوم المنطق السائد هو منطق القوه وزي ما بقول الفلاحين القوي عايب و وعم بيشتغلوا علينا بها. نقول صحيح أنا اسمح لي أنا احنا في فرق بين الواقع والقانون خارج عن كل الأخر خارج عن شكلي حتى تفضل ارجوك خارج عن خارج عن كل اللك... مم. لكن لا لا ما لكن مم. هذا واقع اللي بصير هذا هو الواقع اليوم احنا كل الشعوب الحره اللي عندها ضمائر اليوم عندها احتقان واضح يجتاحها يجتاحها في كل مفصل من مفاصل اجسادها وحياتها وضمائرها صحيح. غضب عارم تجاه ما يحدث إلى ش شعب... تجاه ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني الباسل أنا من هذه عبر هذه الشاشة نحوي... نحيي المقاومة الباسلة ونحيي صمود الشعب الفلسطيني ونقول لهم يعني لكم الله سبحانه وتعالى ومن ثم من بعد الله لكم أحرار وشرفاء الأمة سواء كانوا شعوبا أو ملوكا أو رؤساء أو حكام أو محكومين مش كلهم ها الا من رحم ربي منهم اليوم اللي اللي اثبتوا مواقف سواء كان في مجلس الامن ولا في الجمعيه العامه للامم المتحده ولا على ارض الواقع اثبتوا مواقف في مسانده هذا الشعب وفي صمود هذا الشعب وفي منع تهجير هذا الشعب تهجيرا قسري وبقائه وصموده على ارضه حتى نقول يوم مهما كلف الثمن ندرك تماما ان ثمن الحريه غالي وندرك تماما ان ثمن دحر الاحتلال غالي وفي ظل طيب. في ظل بدي اسالك سياسيا اليوم سياسيا اليوم ما الذي يمنع ما الذي يدفع بالاحتلال لرفض الهدنة الانسانيه سياسيا اليوم هو اليوم المزاج الدولي والعالمي وراي العام الغربي وراي العام كله كان زمان معه سيدي انا انقلب عليه قليلا او كثيرا في في سيدي انا سيدي انا بدي اقول لك اليوم هذا هذا الاحتلال القوه العسكريه ترتيبها التي ترتيبها الخامس على العالم اه التي مرغت جباهها وانوفها في في الوحل من قبل المقاومه الفلسطينيه واللي صار لها اليوم 33 يوم تدك في هذا الشعب الفلسطيني في غزه في مساحته المعلومه والمحدوده حاولت ان تحقق اهدافا سياسيه ثلاث لكنها حتى هذه اللحظه حتى اليوم نهايه اليوم 32 لم تحقق ولا واحدا منها ولا واحد منها في اطار السياسي اليوم حتى اذا بتلاحظ هذه هذا هذا حجم هذا الضرب وحجم آه هذه الـ آه الاطنان من الـ من البارود ومن الاسلحه ومن القنابل اليوم انت بتحكي قاعد بضربوا في المدنيين بس انا اقول لي اعلام العدو صرح عن استشهاد كم واحد من المقاومه الفلسطينيه حتى هذه اللحظه ولا حدا صفر انا بقول لك ولا حدا ابو عبيده نفسه صرحوا هذيك اليوم عن 24 واحد قالوا من انه استشهدوا من مقاتلينا 24 واحد اذا لم يحقق العدو ولا هدف من الأهداف السياسيه المعلنه الثلاث لذلك هو اليوم لكن استند الى قضيه الدعم الدول الاستعماريه له وبالتالي اخذ ضوءا اخضرا وانا اخشى ما اخشاه ان تطول امد هذه الحرب والعدو الصهيوني يريد ان يسلم غزة أرض محروقة بشكل واضح لا يميز بين مدني ولا عسكري لا يميز بين مرفق عام ولا مرفق خاص بعدين إذا بتلاحظ أنه يعني عم عم بضرب يتقصد ضرب المخيمات الفلسطينية ضرب المخيمات بشكل واضح يتقصد ضرب المخيمات الفلسطينية بشكل واضح وهذه رسالة للعالم كله رسالة للعالم لمن لا يقرأ بين السطور ليفهم أن هذا العدو اليوم لديه حقد دفين في مواجهة كل من يقول أنا فلسطيني لاجئ وأريد العودة إلى إلى أرضي إلى إلى فلسطين التاريخية بشكل واضح لذلك لم يحقق العدو ولا أي من أهدافه وأنا في ظني إنه اليوم بحاولها قبل 11 11 قبل القمة العربية التي ستعقد في في الرياض بحاول إنه يحقق ولو هدف واحد من أهدافه السياسية قبل انعقاد هذه القمه، وربما بعد 11/11 11 نرى وقفا لاطلاق النار، لكن ما هو شكل هذا الوقف؟ مدته؟ آه آلياته؟ احكامه؟ شروطه؟ آه اعتقد انه يعني في في المجدد. على ماذا تعول في 11/11؟ اعول على أن ربما ربما انه القمه العربيه، ربما ان القمه العربيه يعني آه تاتي لنا بجديد منوهنا هذه صور مباشره من غزه حيث يتجدد قصف الاحتلال لمناطق مختلفه من مدينه غزه في هذه الاثناء، تفضل استاذ معاذ عندك تعقيب. عندي تعقيب على جزئيه انه الناحيه القانونيه غير ملزمه. احنا قدمنا في حديثنا انه هذه الحرب يحاربها اهلنا المرابطون في غزه على الارض وهي التي قلبت الموازين، ونحن كشعوب عربيه لا نراهن على القانون الدولي فيما يتعلق باسرائيل. ولكن هذا لا يعني انه احنا ما نقوم بواجبنا كلهم في موقعه وفي هناك ادوات كثير متاحه لزياده الضغط على المجرمين القائمين على الحكم في اسرائيل ولكن ايضا من ناحيه السياسية كمان يجب ان نكون واعيين انه نتنياهو في مازق سياسي داخلي عميق هو المجتمع الاسرائيلي منقسم وكلنا نشاهد الاخبار التي تاتينا من الكيان الصهيوني وبالتالي من مصلحته كما يعلم الرأي العام الإسرائيلي أن يطيل أمد الحرب حتى أقصى نقطة ممكنة الحكومة الإسرائيلية تعمل انت, أنت بتقول اليوم اتحاد محامي العرب يتحرك صح؟ طبعا احنا آز يعني وبدنا نشكل ضغط على على محكمه الجنايات الدوليه ونشكل ليس مجرد ضغط سنساعد في جمع الادله وتقديمها للمدة العام ماشي من وين بدك من وين بك تجمع؟ في ادوات كثيره في توثيق شهادات شهود في اخواننا في المراكز حقوق الانسان انا انا اسمح لي استاذ, أستاذ, 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 أستاذ مصطفى اكمل النقطه اوريدي بيوثقوا من منذ من قبل الحرب بالمناسبه بيوثقون ادله وفي تعاون مشترك بينهم وهي كلها وثائق رسميه استاذ معاذ بالاضافه لتغطيه قناه رؤيا والجزيره هي اخذ فيها في في صديقي صديقي في الفم بضل في الفم في الفم بدي اقول لك انا وياك قانونيين قلت لك بديش احكي بالقانون اليوم بس بدنا نحكي بالقانون وتعرف ان نظام أيوه. روما للمحكمه الجنائيه الدوليه اولا اذا لم تتحرك السلطه الفلسطينيه السلطه الفلسطينيه باتجاه تحريك هذا الملف وتبنيه لن تتم محاكمه ولا صهيوني امام المحكمه الجنائيه الدوليه خلينا نكون صارحين وواضحين لا اتحاد المحامي العرب لي ولا نقابه خلينا لك واحنا كلنا بنقدم مجهود كلنا دافعنا ذات اليوم دافعنا وحرصنا وغيرتنا على هذا الشعب وعلى هذه الارض وعلى هذا الوطن كنا حدا بيزود على حدا فيها لكن انت بتعرف وانا بعرف عندي النتائج الحقيقيه اذا لم تتبنى السلطه الفلسطينيه هذا ليش الملف ليش بس ليش انت ليش رامي الكره في ملعب السلطه؟ يا سيدي آه بس انا عشان اكون لا ما انا بقول لك نظام اي جهه تقدم يا اخي سيدي ما فيش ما فيش اي جهه نظام روما شفت اما في اطار الاخبار ما يسمى بالاخبار اما ان يتحرك مدعي عام المحكمه الجنائيه من تلقاء ذاته وهو يملك هذه الصلاحيه في ظل ما يشاهد من تقتيل ومن تشريد ومن دمار ومن تجويع ومن حرمان إما أن يتحرك من تلقاء ذاته أو أن تتحرك إحدى الدول المنضمة لنظام روما للمحكمة الجنائية لتقديم هذا الملف. اسمح ما نضحكش على بعض لي بس عفوا مرة أنا للتوضيح. السلطة الفلسطينية تحركت وتقدمت بشكوى رسمية أمام مدعي المحكمة الجنائية الدولية بال 2014 تتعلق بالجرائم الماضية والمستقبلية شو مصيرها كان؟ التصريح اللي أنا عرضته ماشي ماشي قبل شو, شو, شو مصير شوي مصيرها 2014؟ عام طيب شو مصيرها؟ هو يقول جا أنا أه مهم نجاوب على السؤال شو مصيرها؟ تحقيق أولي نتج عنه توجيه ما ضغطوا عليهم الأمريكان وسكروه يا أستاذ معاذ هسه أنا وياك أنا وياك مش حنختلف أنا وياك اليوم مش فريقين احنا فريق واحد أنا بقول لك ضغطوا عليهم الأمريكان وقال لهم يا بنعطيكم شويه مصاري يا الملف ضبوا الملف يا زلمه اختلف معك انا الملف. مؤتمن انا بخاطب الناس مباشره فبالتالي انا مؤتمن على المعلومه اللي صار يا سيد العزيز انه تم اجراء فتح تحقيق اولي ونتيجه التحقيق الاولي ان هناك اسباب معقوله لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي قد يرتكبها الكيان هكذا جاء بالنص في الاراضي الفلسطينيه المحتله وتم رفع وجرائم 2014 وين راحت؟ موجوده 2008 وراحت. تم رفع اسمح لي اكمل الاجابه 2006 تفضل تم رفع الامر للمحكمه الجنائيه الدوليه لاعطاء قرار اولي حول اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه فيما يتعلق بالاراضي الفلسطينيه وصدر بال21 هي القرار تمام هذا القرار صادر المحكمة الجنائية الدولية يقول فيه وين انه احنا ولايتنا تشمل كل أراضي المحتلة بعد عام 1967 من ضمنها قطاع غزة، مشان هيك المدعي العام أخ.. عمل مؤتمر صحفي من رفح وحكى لك انا احقق حتى الجرائم الحالية أنا مختص بموجب الشكوى التي أوريدي مقدمة الشكوى التي قدمت في 2014 ما زالت سارية المدة العام ليس بحاجة أن يحيل أستاذ معاذ 10 سنين 10 سنين أستاذ معاذ معد... 14 ما هاي النقطة... مات الشعب الفلسطيني يا رجل ما ضلش زي... إحنا بنشتغل قانون بس اللي قبالك بيشتغل ضغطه سياسي فأنت كمان بدك توازن الضغط بالضغط هسا إحنا واجبنا نضغط على المحكمة الجنائية الدولية ولا تضغطوا لتجميد الملف أنت لازم أنا معك اليوم الرأي العام العالمي كله معك مجموعة كبيرة من المحامين الدوليين معك أكثر من 550 منظمة دولية حقوقية بأوروبا وأمريكا معك إحنا فريق عمل هائل وهذا ما تخشى سلطة, سلطة الكيان الغاصب لانه موقفها ضعيف إذا ضغط بما فيه الكفاية لا تملك المحكمة الجنائية الدولية لا تصدر مذكرة اعتقال وتكفي هذه المذكرة للردع المذكرة المؤ... اعتقال لمن؟ لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أصدرت مذكرة اعتقال لبوتين انا والله بالنسبه لي انا حب يموت هلا المقاومه تقتله الان بس من ناحيه قانونيه انا بقول لك اليوم بالمنطق انا اليوم بحكي لك بانتظار السلطه الفلسطينيه لتتحرك نكون ندين انا وياك فريق انا وياك فريق واحد وانت محامي وانا محامي لكن احنا اليوم أستاذ محمد جنب بيجي بقول لك ما هي النتائج المتوخاه من يعني متابعه مثل هذه الملفات انا اقدر كل جهد قدم في هذا الملف لغايات توثيق جرائم الحرب على فلسطين من قبل العدو الصهيوني الغاشم واقدر ايضا تعاطف المجتمع الدولي انا بحكي المجتمع الدولي اليوم او او مش الشعوب, مش الشعوب. شعوب. انا بحكي شعوب الشعوب شعوب العالم شعوب العالم كله انا بقدر هذا التعاطف وبقول اذا كان ثمه حق نتائج حقيقيه فالنتائج الحقيقيه التي حققتها اليوم المقاومه في 17 2023 ايضا انها اعادت القضيه الفلسطينيه الى الواجهه بشكل لم طيب يكن لم يسبق صحيح له مثيل يا دكتور مصطفى طيب عشان انا عشان بدي اختم المحور برايك الهدنه الانسانيه سياسيا سياسيا وقانونيا اليوم هل من وسيله ضغط على الاحتلال لاجباره على هذه الهدنه نعم او لا فقط اذا فقط اذا كان انا بحكي لك سياسيا اذا كان اليوم بايدن امام استحقاق اسمه انتخابات، اذا الشارع الامريكي اليوم بيضغط باتجاه وهو يضغط بهذا يضغط باتجاه الانتخابات في اطار الاستحقاق الانتخابي بايدن سيضغط على هذا الكيان لوقف لوقف اطلاق النار وهدنه، واليوم كمان في قصه اخرى بتخوف كثير ترى موضوع الهدنه كمان، مش موضوع الهدنه انه يعطينا يومين وثلاثه واربعه والاحتلال يفعل ما قد يفعل في في القطاع، بده يرجع لبرا مش يظل في محله لانه كمان في محله هذا خنق زائد على الشعب الفلسطيني وقد تكون مؤامره اخرى على الشعب الفلسطيني خلال الهدنه اثنين المساعدات المساعدات اليوم اللي تقدم الى الشعب الفلسطيني مساعدات تمر عبر بوابه الاحتلال وهذا هذا امر غير منطقي على الاطلاق امر غير منطقي سمعات قانونيا وسياسيا بقدر اليوم اضغط لهدنه انسانيه او لا بقدر اضغط قانونيا الضغط لتحقيق خلينا نكون عمليين ما فيش شيء اسمه اضغط قانونيا اذا مجلس الامن مش معي. وهو مش قانونياً معي؟ قانونيا اه بضغط قانونيا بالجمعيه العامه للامم المتحده، هذا ضغط ضغطنا. قانوني، ضغطنا وفي كمان آه خطوات يفترض انه ينعمل عليها. ماشي ولكن الضغط الحقيقي لايقاف الهدنه اذا بدنا نكون عمليين نقطتين، الاولى زياده بساله المقاومه المسلحه على الارض وتكبيد الخسائر، زائد الراي العام الشعبي والعالمي. هي أيضا. تقوم بكل ما عليها المقاومة أعتقد اليوم أننا يجب أن نقوم بكل أن ما علينا نعم. كشعوب الرأي عام نعم خلينا نتفق أن الرأي العام أمر آخر من المقاومة على الأرض فهي تقوم بكل تفعل <applause> كل ما تفعل وتقوم بكل ما تقوم به وهي معارضة صحيح هي صار طويل منذ سبعة عشر عاما تثبت أنها قادرة قوية متينة متمسكة بأرضها متمسكة بتراثها متمسكة بفلسطينيتها متمسكة بغزة ونحن من شمالها إلى جنوبها ومتمسكة بفلسطين كل فلسطين ونحن نحقق على المزيد ولكن أنت سألتني عن أدوات الضغط أدوات الضغط المتاحة حاليا التي ضغط رأي عام نتيجة رأي عام الأرض طبعا أشكركم كل الشكر دكتور مصطفى وأستاذ شكرا جزيلا لكم